السلام عليكم، معكم أمين من قناة أمين التعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نخدمو ليكسيرسيس رقم 3 من الدورة جديدة اللي بديناها عندها علاقة بلا كونطابيلتي جينيرال موجهة للمبتدئين. كنتي مأفونسي في لا ديسكريبسيون، تحت الوصف غتلقى لو ليان ديال بلاي ليست كونطابيلتي جينيرال، بادينها من ديفينيسيون دو لا كونطابيلتي جينيرال وحتى لي زيفي دو كوميرس، اخر شابيتر كاينه في الكونطا جينيرال. بغيتي الكونطا جينيرال 2 حتى هي شارحينها وكلشي غتلقاه تحت الوصف. او ميم طون كنقول لك بانك الا بغيتي تابونا في لو سيت ديالنا كنحطو فيه دي زارتيكل، وكل ارتيكل كنحطو فيه فيديو كتشرح لك داك ليكسيرسيس اللي بغيتي، وحنا غاديين وخدامين في هذا ليكسيرسيس. سي بون سي بون، دونك نبداو على بركة الله. عندي لا سوسيتي اكس عطاتنا دي زانفورماسيون فينونسيير كونسيرنون لو 1 جانفي 2021. سي بون سي بون، المطلوب منك هو اول حاجة، اول حاجة كتقرا الكونطابيلتي جينيرال، خاص اي حاجة مكتوبة قدامك هنا تكون عارف اصلا شنو كتعني. انت اصلا ممكن تكون عارف ما عارفه شنو كتعني، كيفاش غادي تحطها، واش في الباسيف واش في الاكتيف، يعني تنقصد واش في لي ريسورس ولا في لي زونبلوا. عاد ممكن نعرفوا واش عندنا الريزولتا بينيفيسيير او بيان ريزولتا ديفيسيتير، اما خاسرين اما رابحين في الريزولتا. ومن خلالك انك الا كنتي مبازي غتقدر تعرف واش هذا ان بيلون دو كلوتور او بيان ان بيلون دوفيرتور. سي بون، هادشي باش نقول لك خد وقتك في القرايه وحاول تفهم شنو كيعني هادشي كامل ليك انت. واهم حاجه عندك هو انك ملي توصل لمرحله لو بيلون هادشي خصك تحطو بالترتيب ديالو على حسب لو بلون كونطابل. هادي هي لا باز د لا كونطابيلتي جينيرال، ما عندك ما دير، خصك تصبر، خصك تضرب تماره شويه، تهز ورقه وتسيلو وتغلط. راه ما كاينش فينا اللي ما غلطش النهار الاول، راه ما كاينش، ما يمكنش تجينيش نخدم وكنبغيك لمصلحتك. ودابا نبداو لا كوريكسيون. باش نبداو لا كوريكسيون خصنا نشرحو، كاين فيكم اللي عارف الله يسهل عليه، كاين مسكين اللي باقي ما عارفش. نبداو على بركه الله وسمحوا لي علاش كنطول. دونك فورنيسور شنو كتعني؟ دونك اول حاجه شوف معايا، كتبان لي ريزولطا، صافي هذه اول حاجه درت عليها ريزولتا. يعني شنو هو هذا؟ هذا دي دوني عندهم علاقه، شوف عندهم علاقه لو 31-12N-1، يعني ان بيلون دو كلوتور، داكشي كاع اللي دوزناه العام اللي فات 2020 ها النتيجه ديالو، ولقينا راسنا اما راحنا رابحين او بيان خاسرين ما عارفينش، تنوصلوا لو بيلون عاد نعرفوا. صافي يعني دي دوني ديال بيلون ديال العام اللي فات دو كلوتور. راه لو 31-12-2020 غير غنعسو، الله غد ليه غنفيقو غنلقاو راسنا في لو 1 جانفي 2021. شنو فهمت اول معلومه؟ البيلون دو كلوتور ديال العام اللي فات راه كيتسمى اون ميم طون البيلون دوفيرتور ديال ان موانز ديال ان، اسمحوا لي، يعني البيلون دو كلوتور ديال العام اللي فات راه هو نفسه لو بيلون دوفيرتور ديال هاد العام اللي غنبداو فيه لو 1 جانفي. غير نعسنا وفقنا لا غد ليه لقينا نفس المعطيات اللي عندنا. نبداو القرايه. فورنيسور شنو معنيتها؟ لي فورنيسور كتعني بانني انا ديجا شاري سلعه بالكريدي من الفورنيسور وكيتسالوني 200,000 درهم بهالتاريخ لو 1 جانفي 2021 emprunt auprès des établissements de crédit. شنو كتعني؟ كتعني انا ديجا واخد واحد الكريدي من البنكة، والبنكة مازال كتساني 800,000 درهم بالتاريخ لو 1 جانفي 2020. سي بون، لو كليون ديجا انا بايع الكليان ديالي بالكريدي وانا اللي كنتسالهم 200,000 درهم فالتاريخ هذا. عندي واحد الرأس المال القيمة ديالو 2,500,000 درهم بهالتاريخ هذا. عندي واحد الغيزيولتا إما 500,000 درهم إما غنكون رابح وبين خاسر فهالتاريخ هذا. عندي فلوسي القيمة ديالهم 50,000 درهم حطهم في لاكيس ديال لاسوسيتي ديالي فهالتاريخ هذا. عندي واحد لو تيغان
بقعة أرضية القيمة ديالها حاليا بهذا التاريخ هذا القيمة ديالها 700,000 درهم. ممكن في فيفري في مارس ممكن هذا لو مونطون يتزاد. أنا اللي كنعرف في هذه الأرض اللي عندي ساوية حاليا في هذا التاريخ 700,000 درهم. عندي واحد البراءة باختراع شاريها ديال شي إيموبيليزاسيون ديالي شي بورتابل شي لوجيسيال شي براءة واحد لاليسونس شاريها سي بون القيمة ديالها 500,000 درهم بهذا التاريخ هذا. عندي ان ستوك دو مارشانديز وكنتمنى انني نبيعو باقي ما باتوش القيمة ديالو 1,000,000 درهم بهذا التاريخ هذا. عندي وريقات اسمحوا لي عندي مصاريف خلصتهم على الوريقات ديال التأسيس ديال الشركة كيتسموا لي فري ديال لا سوسيتي لي فري ديال ليتابليسمون القيمة ديالهم 600,000 درهم بهذا التاريخ هذا. عندي دي تيتخ دو بارتيسيباسيون معروفة باختصارا لي تي بي يعني دي زاكسيون شاريهم من لابورس وكنتسنى نبيعهم والربح منهم ابخي اون اني يعني فين كيدارو انت خاصك تعرف ها باش تحط لو بيلون خاصك تعرف وتميز ما بين لي تي بي اي لي تي في بي. لي تي في بي العكس ديالهم هادو كنشري لي زاكسيون وكنتسنى الربح ديالهم ابخي اون اني وهادو دي زاكسيون او بيان دي زوبليكاسيون كنتسنى نبيعهم وغناخد الربح ديالهم في واحد المدة قل من عام. هادو كتر من عام هادو قل من عام. اللي باقي عنده مشكل في ليزاكسيون وفي ليزوبليكاسيون غير يطابي لا ديفيرونس اونتخ ليزاكسيون اي ليزوبليكاسيون وحدها أمل التعليم غتلقاني شارحالك بالدارجة وحتى لا كونطابيليزاسيون كيفاش كنديروها او نيفو ديكريتور جورنال. عندي واحد الباتيمون واحد العمارة بناية القيمة ديالها 1,450,000 كتساوية بهذا التاريخ هذا. عندي مصاريف ديال الضمان الاجتماعي سي بون الضمان الاجتماعي اللي كنخلصها على البيرسونيل اللي خدامين عندي في الشركة القيمة ديالهم 300,000 درهم. عندي دي فورنيسور دي موبيليزاسيون وما أدراك ما الفرق ما بين فورنيسور اي كونت راتاشي. هذا فورنيسور دي زيموبيليزاسيون يعني فين ما تشوف هذا الكونت شنو المعنى ديالو راك انت شاري واحد لي موبيليزاسيون شريتي واحد لا ماشين شريتي ماكينه باش تخدم بها في الشركه ديالك وما خلصتيهاش انت ملي كتشريها من فورنيسور ديال ديك لا ماشين اللي غيبيعها كيتسمى فورنيسور دي موبيليزاسيون شاريها من عنده اكريدي باقي ما خلصوش غادي نخلصو في هاد لا ماشين ابري اون اني 700,000 درهم العكس ديال فورنيسور كنشري فقط لي مارشانديز اكريدي وغادي نخلصهم قل من عام هذا اكثر من عام. كنتمنى من عندكم الدعم والبارطاج ولي لايك واخا تخلي في الكومونتير غير كور غير تحرك ليا لي كومونتير غير قلب تخلي غير قلب غير جيم على الاقل كدير واحد التفاعل في الكومونتير سي بون. دونك طرافاي افير بريزونتي لو بيلون دو 1 جانفي 2021. دابا نتمنى ربي بليكس رقم 3 راك مبازي معايا سي بون. اول حاجه غدير غتفرق ليا ما بين لي زومبلوا اي لي ريسورس والتوتال ديال لي زومبلوا يساوي لي ريسورس موراها دير لو بيلون ودير بوز ودير بوز وضرب تماره وتعذب راه الناس اللي واصلين كلهم ضربوا تماره باغي تاخذ لافورماسيون واجده غتنساها. ما انا ما كيهمنيش مصلحتك ولا مصلحتك يلا ودير بوز يلا. اول حاجه غادي نبداو ها هو كوبي كولي هاد لي دوني ها هما عندي هنا. شنو هو هادشي كيعني بان هادشي اللي بالزرق هما كيعنيو لي غوسورس المصادر منين جابت الشركه الفلوس ديالها وهادشي اللي بالاحمر شنو دارت ديك الفلوس لي زونبلوا لي غوسورس المصادر منين جابت الشركه صافي اما جابتها من الكابيتال ديالها اما تسلفت فلوس من البنكة اما جابت سلعه بكريدي من الفورنيسور اما لي ديت خاصه يعني المصادر راه في حد ذاتهم ديت. وكون كتكون معايا وضبط معايا الكونطابيليتي راه هادشي كنشرحوه ديما جهه الباسيف راها منين جابت الفلوس ديالها باش تصرف على الاكتيف ديالها اون ميم طون الشركه راها شخصيه معنويه ب
بوحديها وانا مول الشركه شخصيه واحده اخرى. مثلا انا الكابيتال ياك انا مول الشركه، بالنسبه للشركه كتعتبر نفسها انا مسلف الشركه ديالي، خاصها ترد ليا الكابيتال ديالي. واش كتفهمني؟ خاصها ترد ليا الكابيتال ديالي. لي فورنيسور راه هما كيتسالوني واحد لاديت ديال سلعه باعوا ليا بكريدي خاصني نردها ليهم. البنكه كتسالني فلوس سي بون، لا سي ان اس اس الضمان الاجتماعي كيتسالني 300,000 درهم، الفورنيسور دي موبيليزاسيون كيتسالني. راه بصح هادو منين جبت الفلوس، ولكن او ميم طون واحد لاديت خاص لونتربريز تردها لاصحاب ديالها. ودابا راه مستحيل تكون باقي ما فهمتيش. دونك قسمنا هادو دي زومبلوا فين مشاو الفلوس، وهادو منين جبنا الفلوس. ومنين جبنا الفلوس قلنا واحد لاديت دي بالنسبه لونتربريز. سي بون سي بون. دونك ها لي زومبلوا ديالنا، ها لي ريسورس ديالنا. اول حاجه لي فري ديتابليسمون، كيفاش تبديناها؟ على حسب الترتيب ديال لو بلون كونطاب. واخا تيبان لك هادشي مخربق، راه شنو اللي مطلوب منك؟ تمشي تهز الكونطاب، تمشي تهز لو بلون كونطابل ودير مجهود وتحفي عينك وتقلب على هذا. لمن كينتمي اش من روبريك، واش ايموبيليزاسيون اون نون فالور، واش ايموبيليزاسيون كوربوريل، واش ايموبيليزاسيون فينونسيير، واش ايموبيليزاسيون انكوربوريل. راه ما خاص ما غتوصل لواحد المرحله باش تكون ديجا عارف بان لي فري ديتابليسمون كتنتمي لي زيموبيليزاسيون. واخا انا نقولها لك اون نون فالور، راه حتى تكون هزيتي لو بلون كونطاب وضربتي تماره ودرتي مجهود عاد ترسخات لك في الدماغ ديالك. راه هادشي باش تنقدر دير بوز وخدم. بغيتي تغش غتغش غير نفسك. والله يا خويا الا باغيك الخير اقسم بالله العلي العظيم ما كنبغيش نحلف في الفيديوهات ديالي. واه سمح لي كنتعصب، واه كبغيتك تخدم. لا حول، واخ نديرو تتيمه. دونك شنو عندي؟ عندي سيريت بالترتيب لو بلون كونطابل صافي. من اصعب حاجه غتحول لي فلوس لاسهل حاجه عندي في لاكيس ديالي. هادي معلومه جديده كتسمعها من عندي. لاكتيف من اصعب حاجه، هادو دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، ما عندهم حتى شي قيمه. ما كاينش اللي غيبغي يشري معنا اوراق ديجا خسرناهم باش ناسسوا الشركه ديالنا. وشكون غيبغي يشري معنا بغوفي اختراع؟ شكون غيبغي يشري معنا بقعه ارضيه؟ شكون اللي غيتباع قبل؟ واش ستوك د المارشونديس غيتباع قبل سهل من لو تيران؟ لو تيران ورا فلوس كبارين، فينا هو الشاري. اما المارشونديس غتباع قبل من لو تيران. لي كليون ديجا انا بعت سلعه كنتسناهم غير يخلصوني فلوس، اما هادي وباقي ما لقيتش ليها الشاري ديالها. يعني من تحت الفوق، من اسهل حاجه عندي فلوسي، من اسهل حاجه ممكن تحول ليا فلوس في البلاصه، الاصعب حاجه انها ما تبعش ليا نهائيا صافي. والكابيتال من اسهل حاجه، انت راح معايا، من اسهل حاجه ممكن تخلص في اقرب وقت. بحال بلا سي ان اس اس والفورنيسور راه خاصني نخلصهم في واحد المده ديال قل من عام، اما هادو خاصني نخلصهم ابري اون اني، اما هذا خاصني نخلصو ابري واحد 4 أو 5 أون. الريزولتا كنديرو لافيكتاسيون، هادي ما نحسبوهاش. الكابيتال هذا ما عمرو غيترد، لانني اصلا انا مول الشركه ما غنردو حتى نبغي ندير فايت. سي بون، فهمتي دابا الفرق ما بين الباسيف والاكتيف؟ ودابا هادشي حطو ليا في لو بيلون. باغي دير بوز غتغش نفسك، وغش نفسك وخدم ودير بوز ودير ليا لو بيلون. وبغيتك تخدم ليا بلي روبريك كل كونت لمن كينتمي. هادشي اللي بغيتك دير، ما بغيتش تاخذ لا كوريكسيون. انا اعتبرك درتي بوز، ها لا كوريكسيون سي بون. دونك اول حاجه لي فري دي تابليسمون، شنو هما ورقات كي ديال خسرتهم على شكل مصاريف باش ناسس الشركه ديالي، باش ندير لهم الاشهار الشركه. المهم لي فري اللي عندهم علاقه بالاشهار، بالورقات، بالتاسيس الشركه. لي فري اون نون فالور صافي، وكيتسموا في لو بلون كونطابل لي فري بريليمينير. دونك هادو بما انهم ما عندهم حتى شي قيمه، ما كاينش حتى شي واحد اللي باغي يشري مني هاد لي فري ديتابليسمون. علاش؟ حيت هادو غير وريقات خلصت عليهم اون نون فالور بدون قيمه.
بدون قيمه في السوق ملي غنبغي نبيعهم. اه وضبط معايا دابا الكونطابيل، وضبط معايا دابا الكونطابيل. سالينا اون نون فالور، شنو تلقى؟ لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل، يعني ما عندهاش واحد لو كوخ، ما عندهاش واحد الجسم ملموس، ما تنتوشيوهاش بيدينا. بحالاش تقول لي واحد اللوجيسيال شريته براءة اختراع، واحد لا ليسونس باش نخدم بها في واحد الويندوز على سبيل المثال، القيمة ديالها 500,000 درهم، هذا انكوربوريل. لي زيموبيليزاسيون كوربوريل شنو تلقاو فيها؟ لي تيران راه غادي معاك بالترتيب بلو بلون كونطابل. هادشي اللي خاصك دير، يعني خاصك تضرب مجهود التماره بوحديك عاد تشوف لا كوريكسيون مور لو تيران بلو بلون كونطابل كيجي لو كونط باتيمون. لو تيران شي حاجه ارض، بقعه ارضيه ملموسه كتوقف فوق منها. الباتيمون عماره بنايه ملموسه، ها هي كوربوريل، عندها لو كور، عندها الجسم، هادي ما عندهاش الجسم ان كور سي بون. Immobilisation financière des actions شريتهم من البورصة وغادي نربح فيهم ملي غنبغي نبيعهم après une année عاد نربح. هادشي علاش حاطينها في لاكتيف immobilisé، العكس ديال لي تي في بي des actions ou bien des obligations شريتهم ونعاود فيهم البيع لواحد المدة قل من عام. عندي لو ستوك دو مارشانديز القيمة ديالو 1,000,000 ديال الدرهم، كليون اي كونتراتاشي كنتسال كليان ديالي 200,000 درهم، لي تي في بي شرحناها، وعندنا فلوسنا في لاكيس واجده غير نمدو يدينا نهزو 50,000 درهم. سالينا من لاكتيف ندوزو للباسيف. مال الباسيف اخويا؟ تقول لي عندي لا روبريك كابيتو بروبر فيها جوج، الكابيتال راس المال ديالي والريزولتا اللي عطاوها ليا 500,000 درهم. سالينا من الكابيتو بروبر كندوزو رقم 14 لي ديت دو فينونسمون، الفلوس اللي كيتسالوها ليا من خلال انني جبتها باش نمول الفلوس، نمول لانفيستيسمون ديالي. اون برين خديت فلوس كبيره من البنكه ما غنردها ليها ابري اون اني. فورنيسور دي موبيليزاسيون 700,000 درهم، شريت ماكينه وما غنخلصها ليهم ابري اون اني، العكس ديال فورنيسور اي كونتراتاشي، هذا غير لي مارشانديز. ولا سي ان اس اس عندها علاقة بالمصاريف الموظفين ديالي، الضمان الاجتماعي 300,000 درهم، غنحسب لو توتال غنلقى 500,000 درهم. إلا حسبت لو توتال 2,500,000 زائد، يعني ريزولتا بينيفيسيير زائد 500,000، غنلقى 5,000,000، أوتوماتيكمون لاكتيف كيساوي 5,000,000 ديال الدرهم. سي بون، دونك كان معكم أمين إلى اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.